كان عندي واحد المداخلة كممثل للقطاع الخاص المغربي في ورشة التي نظمت لنقاش دور القطاع الخاص في توطيد الأمن والسلم والتنمية في القارة الإفريقية. وكانت مناسبة باش أولا نقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب اللي كيف كتعرفوا مكون من أكثر من 90,000 مقاولة منخرطة مباشرة أو عبر الفيدراليات اللي منخرطة تحت لواء الاتحاد العام لمقاولة المغرب. والعمل اللي كتشتغل عليه الاتحاد العام لمقاولة المغرب هو المساهمة في دفع الاقتصاد المغربي والتنمية بصفة عامة بتعاون وشراكة مع الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية والمؤسسات اللي كتشرف على الاقتصاد بصفة عامة داخل المملكة. وفي هذه المداخلة ديالي بينت بأن خلق الثروة هو شرط أساسي لتقوية الروابط ديال الأمن والسلم والتنمية داخل القارة الإفريقية، لأن خلق الثروة كيخلق مناصب ديال الشغل، كيقوي المدخول والدخل ديال المواطنات والمواطنين الأفارقة، وكيعطيهم قدرة شرائية. وبجانب هذا القطاع الخاص يمكن يساهم كذلك في إنجاز المنشآت ديال البنية التحتية، طرق، مستشفيات، مدارس، إدارات وما إلى ذلك. وكاين عنده كذلك دور آخر عبر المقاولات الناشئة الستارت اب اللي كيكون عندهم توطين في الجهات، وكيكون عندهم معرفة أكثر بالخصوصيات والحاجيات ديال الجهات، واللي كيعتمدوا أكثر على الابتكار وعلى التقنيات الجديدة كالرقمنة. والحمد لله في البلاد ديالنا كاين هناك واحد النسيج ناشئ ديال المقاولات الصغرى والمقاولات كذلك الناشئة اللي يمكن تقوم بواحد الدور قوي في هذا الميدان، لا على المستوى ديال البلاد ديالنا ولا كذلك على المستوى القاري. وسطرت كذلك على فكرة أخرى، هي أن المقاولات بصفة عامة في إفريقيا الحجم ديالها صغير وما يمكنش لها تمشي بعيد إلا ما كانش هناك تعاون أولا ما بين المقاولات بنفسها، المقاولات الإفريقية، وكذلك مساندة من طرف الدول. وكاين عندنا الإمكانية باش نمشيو من حسن إلى أحسن، لكون المبادلة التجارية داخل إفريقيا لا تتجاوز 16% بالنسبة للحجم العام ديال المبادلات داخل إفريقيا. والتنشيط ديال الحركة الاقتصادية بين الدول الإفريقية غادي يكون فرصة لخلق سلاسل ديال الإنتاج اللي كتمكن من القيمة المضافة في القارة، وفي نفس الوقت تزود السوق الإفريقي بشكل منتظم ومستدام، خاصة أننا عشنا واحد مجموعة ديال الأزمات على رأسها الأزمة ديال الجائحة، حاليا كاين كذلك الحرب الروسية الأوكرانية اللي خلقت واحد الاضطراب في سلاسل التزويد. وإلا اشتغلوا الأفارقة ما بين الشركات ديالهم يمكن نقصوا من الأثر ديال هاد الأزمات على القارة. وكاين كذلك المنطقة الحرة اللي في طور الإنشاء، اللي القوانين ديالها والقواعد ديالها في طور الصياغة،
أكدت على الأهمية ديال إشراك القطاع الخاص في المناقشات وفي ورشات العمل لأخذ بعين الاعتبار واحد المجموعة ديال الخصوصيات وكذلك لأخذ بعين الاعتبار الإكراهات اللي يمكن نواجهها إلى ما كانش هذا الإشراك بشكل فعال. وفي الورشة اللي شاركت فيها تم التأكيد على أهمية اللوجيستيك وحرية التنقل ديال البضائع وديال الأشخاص ما بين الدول الإفريقية. جانب آخر تو ذكرناه في الورشة هو الأهمية ديال الرقمنة في تقوية الإدارات الإفريقية، لأن الرقمنة يمكن تبسط المساطير وتسهل المأمورية على المواطنين والمقاولات. وبالطبع القطاع الخاص وسعناه ماشي فقط للشركات والمقاولات بمختلف الأحجام ديالها، ولكن كذلك خص يكون واحد الجانب ديال الاهتمام فيما يخص القطاع الثالث المكون من التعاونيات والجمعيات التي تشتغل في الاقتصاد التضامني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.